التجربة كانت جميلة. وجودي مع الخمسة شاركس النهاردة اداني أفكار كتيرة ممكن من النهاردة أبني عليها في الشغل بتاعي. ولما الشاركس كلهم خرجوا بقوا أوت إن هم يحطوا انفستمنت، بصراحة حسيت إن خلاص كده فرصتي ما بقتش موجودة. واللي لحقني المهندس ويدي بصراحة لما قال لي إن في ديل عنده نقدر ناخده، كان نفسي فعلا إن المهندس ويدي هو اللي يعمل معايا الديل. أنا فاهم كويس الفاليو اللي عنده بعيدة عن الفلوس.